وبالمناسبه احنا هنا مش بنخاطب بس جمهور الاهلي، طبعا الاولويه كلها لجمهور النادي الاهلي، لكن احنا دايما بنخاطب جمهور الكره المصريه كمان، لان في بعض الاخبار اللي بتبقى مهمه وبعض التساؤلات على السوشيال ميديا اللي بتبقى مهمه. لكن برضو عشان ابقى صريح معاكم، الاهم بالنسبه لنا جمهور النادي الاهلي، جمهور العظيم. فبالتالي هنروح لفقره ترند الاهلي، واللي فيها بعض الامور اللي تحدث فيها جمهور النادي الاهلي واللي اتكلم عنها على السوشيال ميديا. واهم شيء معانا او اهم خبر اتكلم عليه كل الجماهير الاهلاويه على صفحات السوشيال ميديا المختلفه هو مباريات نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا بعد تحديد المواعيد بشكل رسمي. والمواعيد زي ما حضراتكم عارفين وتم الاعلان من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم، هتكون يوم 25 او 26 سبتمبر مباراه الذهاب في الدار البيضاء في كازابلانكا في المغرب. واحنا عارفين طبعا اللي تاهل للدور ده النادي الاهلي ونادي الزمالك من مصر، وايضا الوداد والرجاء من المغرب. الاهلي هيقابل الوداد والزمالك هيقابل الرجاء، اول ماتشين للفرقتين اهلي وزمالك هيكونوا هناك في المغرب في كازابلانكا، والمباراتين هيكونوا اما يوم 25 او 26، ده طبقا للي هيحدده الاتحاد المغربي او عفوا الانديه المغربيه تحديدا سواء الرجاء او الوداد، يعني هيبقى يوم 25 سبتمبر او 26. طيب مباراه العوده هتكون امتى؟ مباراه العوده هتكون يوم 2 او 3 اكتوبر بالقاهره، وده اللي هيحدده طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك، هم اللي هيحددوا مواعيد مباريات الاياب. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للفرقتين سواء اهلي او زمالك. طبعا احنا بالنسبه لنا الاهلي اهم شيء، ان شاء الله باذن الله الاهلي يوصل النهائي. طموحنا ايه؟ مش ان احنا نوصل النهائي بس، لا احنا عايزين ناخد البطوله وحشتنا. عندنا الفرقه اللي تقدر تعمل كده، عندنا الجهاز الفني اللي يقدر يفرح جمهور النادي الاهلي. ده باذن الله هيحصل خلال الفتره اللي جايه، واكيد النادي الاهلي بيجهز للمباريات دي بشكل كبير قوي. دي من ضمن الامور اللي اتكلم عليها جمهور النادي الاهلي على صفحات السوشيال ميديا. كمان عندنا خبر اخر وهو فيما يتعلق بتدريبات النادي الاهلي، وده امر مهم جدا دايما بيسال عليه اصدقائنا الاعزاء على الصفحات المختلفه، والكل دايما بيحب يتابع الاهلي ويتابع اخباره واستعدادات الفريق الاول لكره القدم كمان تحديدا. زي ما حضراتكم عارفين خلال الفتره اللي فاتت كان في ماتشين للنادي الاهلي، ماتشين وديين بيستعد من خلالهم للبطوله المحليه، بطوله الدوري اللي بسم الله ما شاء الله الاهلي ماشي فيها بشكل اكثر من رائع ومتصدر بفارق كبير من النقاط عن اقرب منافسيه اللي هو مين؟ اللي هو المقاولين العرب.